السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا هو المدرب المنتخب تنزانيا عادل عمروش، وين يفتح النار على لقجع. هي حرب قبل المباراة، حرب قبل المباراة، مدربين يديروا هذا الصوالح قبل المباراة. لا نتمنى ان شاء الله ما تديش يعني جهه واحده اخرى. هذا مكان وانفتح المدرب المنتخب التنزاني عادل عمروش النار على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اتهمها بممارسه الكولسه لصالح المنتخب المغربي. صح على بالك باللي الناس يلعبوا هما الوقت اللي يلعبوا فيه، لكن انا تبالي باللي التوقيت يساعد المنتخب تنزانيا، التوقيت يساعد المنتخب تنزانيا. يعني نشوف باللي التوقيت يساعد المنتخب تنزانيا، وسيواجه المنتخب تنزانيا ناظري المنتخب المغربي يوم غد، اليوم غدا ان شاء الله يوم الاربعاء، برسم المقابله الاولى من نهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار. وقال في رد على السؤال حول هزيمة المنتخب التنزاني على أرضه أمام أسود الأطلس في إقصائيات كأس العالم، قال عمروش: نحن نعلم قوة الاتحاد المغربي، هم قوة ضاربة في إفريقيا، نحن أردنا مثلا اللعب على الساعة الثانية زوالا بينما هم أجبرونا على اللعب ليلا، هم من يسيرون الكرة الإفريقية، هم يفرضون أنفسهم ونحن نتابع فقط. لهذا سنلعب ضد منتخب كبير وضد أمور أخرى خفية. انت واحد نادر الصح، المغرب ربح تنزانيا يعني بالأداء والنتيجة، رغم أن نعترف، أنا واحد من الناس نعترف وحذرت، أنا قلت باللي المنتخب تاع تنزانيا عادل عمروش يعني قلت لك منتخب مدرب كبير، ويعني قادر يحبس اي منتخب اللي ما يكونوش عنده الحلول. مدرب زعما كيطيح مع مدرب ما عندوش حلول، ولا لاعبين ما عندهمش حلول، يحبسك كي السلام عليكم، يدي لك نقطه، يدي لك تسوقت كي السلام عليكم. لكن وين شاهدنا المنتخب المغربي عرف كيفاش يسير تلك المباراه، وشاهدنا باعتراف حتى عادل عمروش يعني كيفاش اليوم هدر في الهضره. انا نقول باللي حرب اعلاميه، انا نقولها كيما انا نشوفها كيما ما نروحوش لصوالح واحد اخرين، خاطر الناس داوها لصوالح واحد اخرين. احنا انا واحد من الناس نتكلم في الرياضه، ما نروحش لحاجه واحد اخرى. نشوف باللي مدرب نهار اللي ربحوه في تنزانيا باعتراف كبير، ويتكلم عن المنتخب يعني المغربي، واعترف بانه منتخب كبير ويستاهل بزاف صوالح. اليوم يعني وين خرج في رد يعني رد غير متوقع، نقولوا باللي رد غير متوقع، شاهدنا كيفاش يعني وين يريد تسديد افكار يعني لاعبين او مدرب او يعني كلش يعني عادل عمروش يعني يعرف الطبيعه تاع اللعاب تاع شمال افريقيا، يعرف طبيعه اللعاب تاع شمال افريقيا. مدرب يستعمل كل وسائل تاعو، ما غاديش يستعملك يلقاك غير في التيران، قادر يلعب لك على المورال، يلعب لك على ما كيدخلها لك جهه واحده اخرى، خاصه وين عادل عمروش جزائري. راك تشوف الناس وين راحت الامور واحده اخرى. حنا ما غاديش نهضروا سياسه، ما نروحوش، انا نقعدوا في مجال كره القدم فقط، انا واحد من الناس غادي نقعد في مجال كره القدم. هو راه مدرب تنزانيا من حقه يقول لك انا نحوس نفوت دوزيام تور، كيما لعب معنا حنايا وجا وزير ودار نقطه ودا نقطه وكاليفه يعني كاليفه من الجزائر. اليوم نقولوا هو يحوس باش يخلي كيما يقول لك يخلي حاجه شابه في تنزانيا اسمه هو. هذه هي خاطش عليه راه بينو تاليام يلعبوا ماتش تاع كاليفيكاسيون كوب دي موند، وين نتكلم وقال بلي منتخب المغرب منتخب قوي. راه عندي التصريح لهنا، راه عندي التصريح تاع لهنا، التصريح راه عندي، وهذه ماهيش حجة.
تلعب مقيل، تلعب صباح، تلعب عشيه، تلعب هي قضيه لعابه. وزيد وكانت الرطوبه فانيك نهار اللي لعبت المغرب كانت كاينه الرطوبه وكانت الحراره. على ذلك اليوم نقول باللي انايا في لافريك تلعب في الليل كاين الرطوبه، تلعب بالنهار كاين الرطوبه، شاهدنا كيفاش. لكن اللعابه يعرفوا كيفاش يمشوا كيفاش نقولوا حنايا الطاقه تاعهم هذه هي. واضاف التعليق على المباراه امام المغرب، وان صحيح ان المنتخب المغربي اقوى على الورق، ولكن الملعب كلام اخر، وكره القدم لا تخلو عن المفاجات، ومهمتي ان اوظف كل اوراقي لقياده المنتخب تنزانيا لتحقيق الفوز. هذه من حقك يا مكاشر، سبحان الله من حقك هذه. اي مدرب يريد الفوز، يعني ما نكذبوش على روحنا، ما كاش اللي يقول لك لا وكلش. ووصل فوق أرضية الميدان، يعني اللاعبون هم من يحددون النتيجة والخسارة. مباراتنا أمام المغرب في تصفية المونديال لن تؤثر علينا، ولكننا لعبنا في ساعة متأخرة، وحتى الحكم يتم تعيينه بحسب الرغبة الاتحاد المغربي. هنا يا ما نجيش هنا راه يلعب على المورال. انا نقول لكم هنا عاد العمروش راه يلعب على المورال، مع اللي هو جزائري يلعب واحد اللعب، يعني يلعب على المورال، يلعب على المورال. وتبع لن تكون يعني لقمه، لن نكون لقمه سائغه للمنتخب المغربي. تاهلنا الى البطوله جاء بعد مجهودات كبيره، هذه نشهد لك عليها. كانوا إليميني، تنزانيا كانت إليميني واحد هذا الصح. اول مباراه كذبها عادل عمروش فاز بها، صح خسر في خسر بلادو، راح ربح دو ماتش، ربح دار ماتش ليل ايو جا معنا فين دار ماتش ليل، يعني صور سبع نقط وتكاليفا بصحته. بصح نقول لكم عادل عمروش مدرب يعني كيما صاريلو كيما رونار حفظ لافريك، رونار والله لا حفظ لافريك. التصريحات تاعو كيفاش ينرفي اللعابه لادفيرسير، كيفاش يعاير اللعابه لادفيرسير بطريقه غير مباشره، يعاير بزاف صوالح. هذه هي عليك اليوم، وان وتبع لن نكون لقمه سائغه للمنتخب المغربي. تاهلنا الى البطوله جاءت بعد مجهودات كبيره، صحيح اننا لسنا مع المنتخبات الكبيره، ولكن نعمل ما في وسعنا لنصل الى المستوى المطلوب. واضاف المدرب المنتخب تنزانيا فوق ارضيه الميدان، لاعبون هم من يحددون النتيجه، والخساره مباراتنا امام المغرب في تصفيات مونديال لن تؤثر علينا، ولكننا لعبنا في ساعه متاخره، وحتى الحاكم يتم تعيينه بحسب يعني رغبة الاتحاد المغربي. وتابع لن نكون يعني لهم يعني لن نكون ضعفاء امام المغرب. تأهلنا الى البطولة جاء بعد مجهود، يعني من مستوى المطلوب ووسع، يعني من يعني بعد مجهودات كبيرة. صحيح أن لسنا مع منتخبات كبيرة، لكننا نعمل في وسعنا إلى المستوى. ويذكر أن المجموعة المنتخب المغربي هي في نهائيات كأس إفريقيا تقام، يعني وين تضم تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا. ومن الصدف يعني الغريبة أن نفس المنتخبات تتواجد في مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم 2026. المهم حنايا كما يقول لك ميرتي قال بصح شتايلا، غادي نشوف انا كمنتخب عربي غادي نسيبورتي المغرب، ما غادي نسيبورتي تنزانيا، رغم ان ود بلادنا وكلش، بصح شتايلا نسيبورتي المنتخب تاع شمال افريقيا. وكيما كانت النتيجه نفرح لها، هذه هي. غاديش نشوفو دروك، نشوفو يعني وين كانت، ما كانت نقولوا بلي ما كانت سهله، بصح ما تحملهاش الخطره حتى قال بلي بصحتهم الخطره هذه. والله ما لعبت، والله ما تحملنا كاع امور ما تعرفش كيفاش تمشي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.